مشاكل. إذا حتى كانوا يستخدموا كوقاية من نزلات البرد في فصل الشتاء. سبحان الله. أيضا ذكرنا أنه للجهاز جهاز تنفسي أيضا مقشع للبلغم، بخرج البلغم، مقوي للشهوة للنساء وأيضا للرجال، لا حياء بالعلم. وأنا إلي كتاب اسمه الأعشاب الجنسية، دخلت هذه الوصفات اللي هي الزعفران، وأيضا إذا بعالج مشاكل الضعف الجنسي للرجال. لو أخذنا القليل منه وطحناهم ناعم، لا نشتريهم مطحونين، وضعناهم بكيلو من العسل وحركناه، وأخذنا ملعقة الصبح وملعقة آخر النهار حتى للبرود الجنسي للنساء، لا حياء بالعلم. والله الزعفران له خصائص، له فوائد، غالي الثمن، لكن مش الثمن اللي بتتصوروه يعني. لكن شوفوا مقابل هذا الثمن ايش عمل لنا، ايش فادنا الزعفران، ايش خلصنا من الكثير من العلل والمشاكل. وعلاج العليل بالطب البديل، اذا حتى دخل في الطب البديل وتناولوه ايضا الاجداد وايضا العلماء وايضا اللي كانوا يبحثوا عن فوائد الاعشاب، فبالتالي احنا بنذكركم بخصائصه العظيمة. إذا فوائده مهدئ جدا للجهاز العصبي اللي عندهم التوتر، اللي عندهم القلق، وأيضا مفيد جدا لالتهابات الأعصاب، وأيضا مرمم للأعصاب التالفة. فبالتالي شوفوا هالخصائص العظيمة لأوراق الزعفران والزعفران الطبيعي، فبالتالي بيحمينا من الأورام السرطانية، يحمينا من الأورام السرطانية لأنه مضاد للأكسدة. فبالتالي بنستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى، ناهيكم أنه منشط طبيعي للكبد ومنشط للدورة الدموية، وأيضا صديق القلب ومفيد جدا للشرايين، وأيضا بمنع تصلب الشرايين. إذا لكن أنا ما بفضل أنه نتناوله لإخواننا اللي عندهم مشاكل بالقلب، وأيضا بيتناولوا أدوية القلب لأنه بدنا نحافظ عليهم. فبالتالي ننتبه ايضا انه بعدل الضغط اللي عندهم الضغط العالي، فبالتالي نكون حريصين للي دائما ضغطهم بنخاف انه ينزل، نوقف من تناول الزعفران. لكن سبحان الله حتى استخداماته الخارجيه لمشاكل البشره بحسن من البشره ومشاكل البشره، وبحمينا وبقينا من التجاعيد ومن الشيخوخة المبكرة. إذا حتى للأمعاء بقوي عضلات الأمعاء، وأيضا بعالج، وكانوا يستفيدوا منه لعلاج مشاكل النزف من البواسير. فبالتالي نشوف هالطبيعة سبحان الله كانوا يستخدموا أجدادنا لتقوية البصر ولجلاء البصر، واللي عندهم العشاء الليلي والكثيرين أخذوا هذه الوصفة بكتحلوا بالزعفران. لكن أنا ما أحب أعطي وصفات خارجية أو تدخل بالعين، لكن داخليا تناوله مع العسل أو منقوعه مرة لمرتين باليوم ونستمر عليه لمدة أسبوعين بنشوف النتائج بإذن الله سبحانه وتعالى. ناهيكم أني ذكرت أنه بوقف نزف الرحم للي عندها نزف بتجلس 10 و15 وأكثر من الأيام، فبالتالي نعتبرها أختي أو أختك، فبالتالي يكون عندها هذا النزيف. هذا الحل اللي كانوا يستفيدوا منه ويستخدموه أجدادنا زمان للحد من هذه المشاكل، مشاكل نزف الرحم. فبالتالي مفيد جدا للرجال للتأخير، هذه المشكلة اللي موجودة عند الرجال. لكن أنا ما أشد على هذا الموضوع، لكن بإمكانكم تستفيدوا منه لأنه من المهدئات الطبيعية، فبحد من هذه المشاكل اللي هي السرعة. فإذا حتى من خصائصه للدماغ أنه بقوي الدماغ والإحساس والإدراك سبحان الله، وللحفظ مفيد جدا، وللي عندهم النسيان الزعفران مع العسل أو منقوعه يوميا ونحليه بملعقة صغيرة من العسل. إذا حتى الخصائص العظيمة لأبداننا للذاكرة والحفظ والتركيز، أسأل الله سبحانه وتعالى تستفيدوا منها الخصائص العظيمة للزعفران، لكن ما نفرط باستخدامه، بصير عندنا صداع كثير وخمول كثير. والبعض وكانوا أجدادنا يحكوا أنه تناول الزعفران للنساء بأشهر الحمل الأولى بيسقط الأجنة. فبالتالي أسأل الله سبحانه وتعالى أني قدمت لكم المعلومة السهلة والأمينة. هذا الزعفران، هذه النعمة، وين أجدادنا؟ وين صحتنا عن صحة أيام زمان؟